بذكر هذا الموقف برضو عشان اقول واكد. ما هو احنا يعني برضو عايزين نبسطها على الناس. هو النادي الاهلي كان بيتلكك ولا كان على حق؟ أيوة. كان بيسعى لصالح الكره المصريه ولا كان عايز يستفيد ايه؟ يعني هو لما بيقول الماتش في ميعاده ده كان عايز يقابل الزمالك وما هوش ضامن هيكسب ولا مش هيكسب. صحيح. ماتش الاهلي والزمالك غير مضمون في كل الاحوال، لا هو يضمنه ولا انا اضمنه. ورغم كده كنت حريص ان العبه. لو انا موقفي ما يهمنيش الا مصلحتي، طب ما يتاجل مصلحه. ايه مشكلتي؟ لكن دليل سلامه موقف الاهلي يا استاذ ابراهيم للمره الاولى في تاريخ الكرة المصرية عند حدوث أزمة أن يتفق القاصي والداني المنافس وغير المنافس حتى من أنصار المنافس بتاعك في دعم موقفك والإقرار بأنك كنت على حق في هذا الموقف. إنه لا الأهلي بيتلكك ولا الأهلي بيفرض عضلاته.